مدربو نفط ميسان الكابتن رزاق فرحان: المدربون الشباب أثبتوا جدارتهم في الدوري وسنعزز صفوف الفريق بلاعبين جدد. والله أشوف أنا الوقت الحاضر نعم أكو هواي اهتمام بالمدربين الشباب وهواي أكو انصاف إنه، لكن شوف تعرف النتائج اللي يحققها المدربين الشباب أو المدربين اللي استوهم بدأوا يعني بعالم التدريب هي اللي تخلي البرامج تتجه لهم. يعني إذا كان أكثر من لاعب توفقوا أكيد العفو أكثر من مدرب بعدنا نحن للعب. إذا أكثر من مدرب شاب توفق أكيد راح تصير الأنظار عليهم وراح أكيد راح تصير فرص أخرى للمدربين الآخرين الشباب. أمنياتنا أنه نكون إحنا يعني بدينا بداية صحيحة إن شاء الله الأخوان المدربين الشباب حتى يأخذون حصتهم. يعني ما أعتقد أكو لاعب أو فريق ينطي لاعبين جيدين بهذا الوقت، فأتمنى أنه نقدر نحصل لنا لاعب أو لاعبين.